ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا إلى نحو 23,500 قتيل في كلا البلدين، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصول عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 19,388، فيما تجاوز عدد المصابين 77,000 شخص. بدوره ذكر المرصد السوري في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن أكثر من 4,000 شخص قتلوا جراء الزلزال في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 5,000 شخص. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستجابة لتداعيات الزلزال في بلاده لم تكن بالسرعة المطلوبة. وتعهد أردوغان في خطاب من أديامان المنكوبة بتسخير الدولة لإمكانياتها كافة لإغاثة المتضررين، محذرا من استغلال أي جهة للظرف ماليا أو سياسيا. سنكرس كل إمكانات الدولة لمساعدة المنكوبين، نحن مستمرون في جهود الإنقاذ والبحث، والآن نقوم بتطوير برامج حديثة وشاملة لنجدة المواطنين وإغاثتهم. لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه الظروف ماليا ويقومون بنهب وسرقة السلع. سنقضي على كل من يستغل الوضع سياسيا، وسوف تتم محاسبة المتورطين. معنا من أنطاكيا جنوب غربي تركيا مفدنا فراس لطفي. نطلع منك فراس على آخر الأرقام، آخر المعطيات وجهود الإغاثة لديك، تفضل. نعم كارولينا، يعني آخر المعطيات هنا، فرق البحث والإنقاذ لا تزال على أمل تبحث بين ركام الأبنية المتهدمة ليس بعيدا من هنا، ولكن هنا أردنا إعطاء صورة أخرى عن هذه القرية الصغيرة إذا صح التعبير، قرية الخيام التي بدأت تنصب فيها مزيدا من الخيام لإيواء النازحين ومن شردهم الزلزال، حيث كما تشاهدون هنا لا يزال عمليات بناء خيام جديدة في هذه الساحة وهذه المنطقة القريبة من الميناء، ميناء الإسكندرون. كما تشاهدين هنا الخيام تأوي عوائل شردهم الزلزال بعد أن هدمت منازلهم بالكامل، وعمليات الإغاثة تجري وإطعامهم وإيوائهم في بيوت متنقلة أو في خيام. والصورة الأخرى حقيقة كارولين كما تشاهدين في الأفق ليس بعيدا من هنا الميناء الذي لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد منه رغم مرور 5 أيام على الزلزال وعمليات إطفاء النيران المشتعلة فيه وهو متعطل تماما بالكامل. وكنا قد شاهدنا أيضا طائرات إطفاء تساعد في إخماد النيران التي لم تخمد منذ أكثر من 130 ساعة في هذه المنطقة. عمليات البحث والإنقاذ لا تزال تجري في هذا المكان، حيث تهدمت المئات من المباني التي تشرد من خلالها الآلاف من المواطنين. قبل قليل شاهدنا انتشال لبعض الجثث من تحت الأنقاض، وكما تعلمين بعد كل هذه الأيام التي مرت فإن عدد الضحايا يزداد باضطراد وبتسارع، مع وجود أمل وتضاؤله، ورغم تضاؤله إلا أن هناك أمل كبير لدى فرق الإنقاذ بأن يتم انتشال ناجين من هذه الأنقاض ومن تحتها. بين الحين والآخر نسمع يعني صيحات من فرق الإنقاذ بأن تصمت الآليات لسماع من يعني تحت الأنقاض إذا ما كان هناك أنين تحت الأنقاض. بالفعل صباح هذا اليوم من هذه المنطقة تم انتشال عائلة بالكامل وهي على قيد الحياة بعد أكثر من 118 ساعة وقتها. والآن يعني مع حلول الظلام ويعني البرد الشديد الذي يبدأ في الليل تخف عمليات البحث والإنقاذ، ولكن تستأنف في ساعات الصباح. بكل الأحوال يعني هنا تجري العملية في معادلة القلب والعقل إذا صح التعبير، العقل الذي يقول لا يمكن للإنسان أن يعيش بعد كل هذه الساعات، والقلب الذي يقتات على الأمل بأن يكون هناك ناجين في هذه المناطق وتحت هذه الأنقاض. هذه المنطقة الأكثر تضررا لربما بين 3 محافظات من أصل 10 ضربها الزلزال، غازي عنتاب، أنطاكيا،
لاكيا هاتاي، وهذه كلها لا تزال مناطق أعلنت بأنها منكوبة بشكل كبير. شكرا جزيلا لك على المتابعة ساعة وراء ساعة، فراس لطفي من أنطاكيا جنوب غربي تركيا، شكرا جزيلا لك.